اهلا بحضراتكم من جديد. فقرتنا دلوقتي يعني مع ناقد رياضي اهلاوي كبير، الاستاذ اسامه السويسي اللي مشرفنا النهارده. منورنا يا استاذ اسامه. نور نورك كابتن اسامه، فرصه سعيده جدا ان انا اكون معاك ومع مشاهدي قناه النادي الاهلي بيتنا الكبير. ما ينفعش تكون اجازه في مصر وما تشرفناش في قناه الاهلي. ده شرف عظيم ليا، شرف عظيم ليا. خلينا الاول نبتدي بقى يعني برنامجنا، برنامج الاشبال، نتكلم عن الاشبال. شايف تجربه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ازاي؟ البعض كان بيقعد يتكلم وينتقد وقطاع الناشئين في النادي الاهلي ما بيطلعش، لكن لما بتشوف بالارقام وبالاسماء الفتره الاخيره هتلاقي مصطفى شوبير طلع الفريق الاول من قطاع الناشئين، محمد عبد المنعم، احمد عبد القادر، واخيرا الولد الصغير مواليد 2005 معتز محمد المساك اللي ظهر في مباراه المصري. وطبعا في رأفت خليل، في محمد اشرف، في لعيبه كتير. واحمد نبيل كوكا. واحمد نبيل كوكا طبعا. لو هنبدا بحراسه المرمى، بسم الله ما شاء الله. عندنا قائد الاهلي محمد الشناوي، واحد من ابناء الاهلي، من ابناء النادي الاهلي. الثلاث حراس اللي معاه مين؟ مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حمزه علاء، مصطفى مخلوف. وبسم الله ما شاء الله، يعني بتتكلم صح، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ومحمد الشناوي ولاد النادي الاهلي، يعني بتتكلم اربع حراس مرمى النادي الاهلي حاليا، منهم ثلاثة يعتبروا طالعين من قطاع الناشئين. ومصطفى مخلوف من قطاع الناشئين برضه، وبسم الله ما شاء الله لسه جاي. لسه في حازم كمان المواليد 2000، حازم كامل 2005. بسم الله ما شاء الله. يعني بس انا عايز اقول حاجه، يعني هو طبعا احنا كلنا عارفين ان متفقين ان النادي الاهلي مش هدفه في قطاع الناشئين البطولات، مع ان النادي الاهلي هو صاحب الرصيد الاوفر من البطولات في بطولات الجمهوريه في كل قطاع الناشئين. يمكن السنه دي كمان كسبانين ثلاث ألقاب، صح؟ حقيقة من خمس بطولات جمهورية النادي الأهلي فاز بثلاثة، والأهم عندنا تملي بنبص التصعيد للفريق الأول ودعم الفريق الأول. طيب أنا عايز بس أنشط ذاكرة السادة المشاهدين. الموسم اللي فات أنا عندي 14 لاعب بيلعبوا أساسيين في الدوري الممتاز من إعارات من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، مدخلين للنادي الأهلي كام؟ لا يقل عن 30 مليون جنيه. نستعرض الاسماء كده مع بعض سريعا. محمد مغربي، احمد سيد عبد النبي، عمار حمدي، محمد نصير، العربي بدر، عبد الرحمن مانو، احمد اشرف، زياد طارق، مصطفى البدري، محمد حمدي، احمد سيد غريب، مصطفى فوزي، فهد جمعه، محمد ياسر. محمد ياسر اللي احنا عرضنا الهدف بتاعه ومعار للنادي في التشيك. بسم الله ما شاء الله، عندك 14 لاعب إعارة من قطاع الناشئين في النادي الأهلي. فتيجي تقول لي أصل قطاع الناشئين ما بيطلعش لعيبة، لا، دي اللعيبة دي كلها. وعندك في الفريق الأول موجود دلوقتي حاليا زي ما قلنا حراس المرمى الثلاثة اللي مع قائد الفريق محمد الشناوي، وعندك محمد عبد المنعم من ولاد الأهلي، محمد هاني من أبناء النادي الأهلي طبعا، وعندك من الصاعدين جداد اللي اثبتوا وجودهم واستغلوا الفرصه، كابتن الفريق ورامي ربيعه وغيره واحمد عبد القادر وغيره اسماء مش لا حصر لها. ولكن هتيجي تقول لي اللعيبه، طب انا ما هو في احمد نبيل كوكا، بسم الله ما شاء الله مستقبل خط النص في مصر. مستقبل خط عجبك اداؤه مع المنتخب الاولمبي كمان، مليون في المية كاس الامم، كانت فرصة ان هو يثبت وجوده ويثبت جدارته باللعب مع الفريق الاول. مساله اللعب والاستمراريه دي بترجع لظروف ثانيه، ظروف ثانيه خالص، ظروف المسابقه، ظروف المدير الفني طبعا، انت اديله في الوقت المناسب. ولكن على سبيل التصعيد، لا، انا عندي التصعيد، وانتوا كجماهير للنادي الاهلي اللي بتقولوا انتوا اللي بتطالبوا بلعيبه النادي الاهلي زي احمد ياسر ريان، ما هو ده من قطاع الناشئين، زي محمد شكري، ما هو ده من قطاع الناشئين، وغيره. لو عديت الاسماء مش هنخلص النهارده، الاسماء بسم الله ما شاء الله اسماء كل. وانت بتتكلم على الاسماء معانا دلوقتي بيعرضوا صور محمد مغربي وكل اللعيبه اللي كانوا اعارات السنه اللي فاتت. انا عايز اقول لك ان قطاع الناشئين، انا تحديدا في فرقه مواليد 2005 دي فرقه متابعها كويس جدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، فيها اكتر من لاعب، يمكن تصعد منهم كمان والناس شافت معتز محمد السرد باك اللي لعب واثبت وجوده مع الفريق الاول ده مواليد 2005. معاه كمان تم تصعيد بعض اللعيبه زي محمد زعلوك المهاجم ومحمد كاباكا لعيب كويس جدا، وبغير دول كمان
في ناس لسه في الطريق يعني لو خدوا الفرصه وتصعدوا الفريق الاول زي عمرو خالد بيبو حاجه كده قريبه من ابوه وكمان يوسف سيد عبد الحفيظ برضو حاجه بسم الله ما شاء الله يعني غير ده كباقه ده النادي الاهلي اشتراه السنه دي من وادي دجله برضو واحد من العناصر المبشره في نص الملعب وعندك كمان يوسف عفيفي ابن مخرجنا محمد عفيفي وعندك كمان فارس خالد عبد اللطيف ده لعيب برضو ارتكاز على الدايره بسم الله وفي بوستنجي راح اعاره سموحه في سيف ايمن واحد من اللعيبه المميزه ايضا في الفرقه دي الفرقه دي بصراحه مليئه بالمواهب وبعدين محمد رأفت كمان واحد من هداف الفرقه دي حاسمين الدوري ايه بفرق بسم الله ما شاء الله على صعيد الفريق الاول طب عايز اسالك سؤال بقى انت راجل صحفي كبير وشغال في المهنه دي بقالك سنين وانا كنت بستعرض مع الاستاذ محمد صادق من شويه ارشيف الصحافه وبيأرخوا فتره الناشئين ليه دلوقتي الصحافه خاصه المصريه مقله في حته الناشئين والصحف الكبيرة تخصص صفحات للناشئين هل ده موجود بكثافة زي زمان؟ لا طبعا ولا ده اختفى شوية؟ لا طبعا هو كمان هي مسألة مش في مسألة الصحافة نفسها الصحافة المطبوعة السوق بتاعها بقى صعب جدا في ظل الصحافة الإلكترونية الصحافة الإلكترونية اكتسحت السوشيال ميديا بقى هو الأساس الويب سايت بقى هو الأساس فبالتالي كل التركيز على النجوم والفريق الاول وكده اتمنى ان حد يعمل حاجه متخصصه في موضوع قطاع الناشئين لكن انا شخصيا في وجودي بره مصر بتابع من خلال صفحات النادي الاهلي للشباب مكتوب صفحات النادي الاهلي بتعرض الماتشات وبتعرض اللقطات وبتعرض النتائج اول باول بسم الله ما شاء الله عندك في فريق 2006 كمان في حاجتين في جوهرتين عندنا في 2006 عندنا حسام عادل الهداف حسام ابراهيم بس بس حسام بقى كمان اللي هو الفرويد ده بسم الله ما شاء الله ده بقى انتظروا عماد متعب الجديد وكمان عمر سيد معوض يعني موهوبتين في قطاع الناشئين فبسم الله ما شاء الله متابع جيد لا ما لازم طبعا اي حاجه تخص النادي الاهلي لازم الواحد يبقى مركز فيها ومتابع فيها وخاصه ان ده المستقبل لان النادي الاهلي طول عمره بيعتمد على ابنائه وناشئين مدرسه النادي الاهلي ده الامتداد وده الارث بتاعك ده الارث اللي جاي وعلشان الناس برضو بتظلم يعني انا شايف برضو الناس بتظلم انا شخصيا بقالي 3 4 سنين بتابع موضوع قطاع الناشئين بروح الفجر علشان اقابل اصحابي المدربين من الفجر في النادي الاهلي مدينه نصر ناس بتشتغل اتعمل حسام ابراهيم وانت بتتكلم عن حسام ابراهيم اتنين من المواهب في 2006 جبنا لك صورتهم لما كان موسيماني بيتولى نعم وان شاء الله انتظروهم وانتظروا حاجات مبشره وحاجات مفرحه جدا اتعمل طفره في قطاع الناشئين في النادي الاهلي مع الكابتن خالد بيبو اتمنى له كل التوفيق في المهمه بتاعته الجديده لكن عمل طفره عمل ملاعب عمل اكاديميه عمل غرف ملابس مختلفه عمل شغل وان شاء الله كابتن وليد سليمان ومعاه كابتن مؤمن زكريا ان شاء الله يكملوا المسيره ما تقلقش على مستقبل النادي الاهلي مستقبل النادي الاهلي بخير اطمئنوا تماما الاهلي استثنائي كان مهم جدا ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب يعمل حفل علشان جمهوره يحتفل انت عارف كم الضغوطات في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكل شغف النادي ما بيلحقش يحتفل من بطوله لبطوله فالسنه دي فرصه بقى في اجازه اللعيبه تريح الناس تاخد تلتقط الانفاس فكان مهم في موسم استثنائي الاهلي بيحصد فيه اليابس والاخضر وكل شيء انه يعمل حفل ومؤكد ان هيكون النجم الاول ليها هو جمهور النادي الاهلي اللي الكابتن محمود الخطيب وكل رموز النادي الاهلي بيقولوا ان النادي الاهلي هو درعه وسيفه وسر انتصاراته وسر انجازاته هو جماهيره كمان جه يوم الوفاء بكره هيكون يوم الوفاء يوم الوفاء لموسم استثنائي في كل الالعاب لموسم استثنائي في كل الالعاب السر فيه يا كابتن اسامه ان الموسمين اللي فاتوا حصل عندنا دروب او حصل كبوة على صعيد الكوره او على صعيد بعض اللعبات او على او 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 نادي الاهلي اساس نجاحه انه بيشوف الاخطاء بيعترف بيها بدايه العلاج وبيوعد جماهيره انه هيصلح الاخطاء دي وده اللي حصل من الكابتن محمود الخطيب يمكن تفتكر رغم ان كل الناس شافت وعارفه ان انت خسرت دوري وكاس بفعل فاعل بسبب فار وبسبب تحكيم وخسرت بطوله افريقيا
وانت بتلعب النهائي لتالت مره على التوالي بسبب الجواب اللي استخبى وغيره. ولكن الكابتن محمود الخطيب قال بغض النظر عن كل الكلام ده احنا هنشوف اخطائنا، في اخطاء هنعالجها، في تدعيمات هتحصل، وده اللي حصل. ودي النتيجه الطبيعيه لما تبقى واخد 5 بطولات العلامه الكامله كره قدم. انت واخد 5 البطوله الوحيده اللي خسرتها هي كاس العالم، وخسرت قدام مين؟ ريال مدريد. قدام ريال مدريد تيجي تلعب في سنه واحده اللي هي 2023 النادي الوحيد في العالم اللي هيلعب 4 كاس عالم. كاس عالم كره قدم، كره قدم في المغرب و... لا في السعوديه، هتكون في السعوديه. ما اللي بقول لك في 2023 لعبت انت واحده في المغرب، وهتلعب واحده في السعوديه، وهتلعب سوبر جلوب كاس عالم لكره اليد في السعوديه، وهتلعب كاس عالم لكره السله لنجوم كره السله. ارقام تاريخيه للنادي، ارقام تاريخ كره السله رجال وسيدات اكتساح كل البطولات. كره اليد رجال واخد دوري، واخد كاس مصر، واخد سوبر افريقي مأهلك الى كاس العالم. كره اليد للسيدات دوري وكاس مصر. كره الطايره حتى اللي عليها علامه استفهام من بعض الاهلاويه، اللي هم الاهلاويه طبعا عايزين كل انت حاجه، متساوي حتى مع الزمالك. لا ده انت كره الطايره الرجال واخد سوبر واخد بطوله عربيه وخسرت دوري وكاس. اوكي يعني انت حتى متساوي معاه، انت خدت بطولتين وهو خد بطولتين في الموسم اللي هو يعني ده انت روح للسيدات بقى اللي افضل روح شيء يعني روح انت تساويت. لا انا عايز اقف عند نقطه الطايره رجال. يعني انت خدت بطولتين والزمالك خد بطولتين، فانت تساويت معاه كمان في عدد البطولات اللي هو شايف ان انا يعني عاد بالنسبه لي موسم انجاز. واعتذرت يعني واعتذرت عن البطوله الافريقيه اللي هي مؤهله، البطوله الافريقيه المؤهله لكاس العالم. طيب كره الطايره سيدات اللي متاخد منك 5 لاعبات متاخدين منك، واخد دوري وكاس مصر، واخد دوري وكاس سوبر سوري تمام واخد السوبر واخد الدوري وخسرت كاس مصر. ده بخلاف تنس الطاولة، ألعاب الماء، كرة الماء، والسباحة، والكاراتيه، وكمان ما ننساش النجم العالمي بطل العالم مصطفى عسل. ما ده ابن النادي في السكواش طبعا، بطل العالم في السكواش. وكمان السنة دي كمان احتفلت بافتتاح الفرع الرابع، تجمع الخامس، واتفقت كمان على الفرع الخامس العالمين، في العالمين لسه بقى الفرع السادس. عارف ليه؟ عشان يبقى 6-1. 6-1 ده رقم حلو بالنسبه للاهلاويه، يتفائل بيه الاهلاويه. المهم بقى في كل الكلام ده عايز اقول لك ان يعني في بعد كل الكلام ده وبعد كل النجاحات دي كنا بنسمع ناس بتقول لمجلس اداره النادي الاهلي، بيدعو مجلس اداره النادي الاهلي انه ياخد معايشه عند مجلس اداره تاني على اساس يتعلم فن الاداره. طب يا سيدي ده احنا رحنا ما لقيناش حد يا بيه، ما لقيناش حد يا بيه، اللي انت كنت عايزهم يدونا معايشه. فغريب، منطق غريب جدا. ومع هذا تلاقي يا كابتن اسامه ان في انتقادات ما بتتوقفش على النادي الاهلي من بعض كمان المحسوبين على النادي الاهلي. طب انت عايز ايه بعد الموسم الاستثنائي التاريخي ده؟ عاوز ايه؟ المشكله ان بعض المندفعين او المتحمسين بيمشوا ورا الكلام ده، لكن تيجي تقول لي التقييم لا. لا بس الاهلاويه الفاهمين العاشقين المحبين الداعمين عارفين الطريق الصح، ودايما في ظهر ناديهم وهو ادارتهم ولاعبتهم واجهزتهم الفنيه، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي. انك جمهورك هو درعك وسيفك الحقيقي، وعنده وعي باللي بيحصل في الدنيا ماشيه ازاي. ولكن ما فيش مجال للمقارنه كابتن اسامه، ما فيش مجال للمقارنه. ارقامك كدوري 43، المنافس كام؟ 14، اقرب منافس ليك. لا ده انت المنافسين كلهم لو جمعت كل الانديه مش هيوصلوا نصك. فالمساله على حتى مش على المستوى المحلي، كمان على المستوى الافريقي كمان، وكمان مدخل 11 بطوله افريقيه. شوف مشاركتك في كاس العالم للانديه، وكمان مدخل للنادي ارقام خياليه. ارقام خياليه، مدخل عمله صعبه، مدخل رعايه تاريخيه، مدخل عشان في ناس عماله برضو بتسال اليومين دول يقول لك هو النادي الاهلي بيجيب فلوسه منين؟ لا، النادي الاهلي بيجيب فلوس، النادي الاهلي مشارك في بطوله العالم، لعيبته مشاركه في كاس عالم. طب بمناسبه حته الفلوس والكلام دي، في ظاهره الفتره دي بنشوف في بعض الانديه
بعض الانديه تتعاقد مع اللعيبه حته مستحقات اللعيبه، الانديه ما بتدفعش، اللعيب يرفع شكوى في اتحاد الكوره وفي الاتحاد الدولي. بعض الكلام ده ما تلاقوش في النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي ملتزم، دايما النادي الاهلي بيحترم عقوده، دايما النادي الاهلي ملتزم مع اجهزته الفنيه مع لاعبيه، حتى بعد انتهاء مده مدير فني او لاعب لما بيمشي شوف الكلام اللي بيقوله عن النادي الاهلي ومدى الاحترام اللي بيقوله عن النادي الاهلي. علشان ايه؟ علشان لقى كل التقدير. تعامل مع منظومه محترفه محترمه. حقيقي. تعامل مع منظومه محترفه محترمه علشان كده بيفضل ذكرى النادي الاهلي ذكرى طيبه لدى كل من يتعامل معاه سواء مدرب او لعيب. ليه؟ عمرك شفت النادي الاهلي بيمشي مدرب من الملعب للمطار؟ لا طبعا. عمرك شفت مدرب في النادي الاهلي بيلجا للسفاره بتاعته علشان خاطر تحميه من بطش النادي اللي بيدربه وعايز يسافر؟ عمرك شفت ان النادي الاهلي ليه مستحقات عند او لعيب او مدرب ليه مستحقات على النادي الاهلي والنادي الاهلي بتوقف القيد بسبب الكلام ده؟ النادي الاهلي لو ظهرت حاجه زي كده وبشكل غير مقصود بتنتهي في المهد. شوف موسيماني لما راح على النادي الاهلي كلامه وكل تصريحاته عن النادي الاهلي ومسؤوليه وجماهير النادي الاهلي. شوف كارتيرون المدرب الفرنسي لما مشي من النادي الاهلي احترامه وتقديره للنادي الاهلي، حتى المدرب سواريش المدرب البرتغالي اللي ما عادش يدوب شهر صحيح او كام يوم، النهارده برضو تقديره واحترامه للنادي الاهلي ودايما تصريحاته عن النادي الاهلي. صحيح. وليه؟ لانه انا لما ادخل بيت وهلاقي البيت ده بيحترمني وبيتعامل معايا باحترام ومديني حقي، ما طبيعي ان انا هقول فيه كلام محترم، هقول فيه شعر. طب عايز ازيدك من الشعر بيت. يعني انا حضرت وانا صحفي هنا انتقال حسام ابراهيم الى نادي الزمالك، حاجه يعني كانت واو قوي وصفقه كسرت الدنيا وناس كتيره كانت بدات تتكلم وكذا وكذا وكذا. حسام ابراهيم بعد ما راحوا الزمالك كانوا واخدين الدوري مع الاهلي، كابتن عماد اليمان الله يرحمه اتصل بيهم قال لهم تعالوا خدوا بقيه مكافاه الدوري مستحقاتكم. مستحقاتهم هم لعيبه فين؟ في الزمالك. في الزمالك. لدرجه ان هم اندهشوا. ده بجد؟ قال لهم اه بجد، دي فلوسكم. فده الطبيعي، النادي الاهلي ما بياكلش حق حد. النادي الاهلي ما بياكلش اي حق. اللي بيقدم خدمه، اللي بيعرق نقطه عرق في النادي الاهلي مصري اجنبي بياخد حقه. حقيقي. امام عاشور. نعم. شايف صفقه امام عاشور ازاي مع النادي الاهلي؟ لعيب مبشر، لعيب واعد في الكره المصريه، ليه مبارياته في منتخب مصر المهمه. عودته او رجوعه من الاحتراف للنادي الاهلي واختياره للنادي الاهلي صفقه مهمه. مليون في الميه. خاصه كمان بعد رحيل حمدي فتحي اللي بنقول له شكرا على الاداء السنوات اللي قضيتها في النادي الاهلي، حتى خروجه لما راح الدوري القطري هناك شفنا الجالية المصرية وشفنا رابطة الأهلي هناك في قطر استقبلته استقبال كبير، وحتى في المباريات هناك دعم ومساندة كبيرة لحمدي فتحي. حاليا بيلعب في دوري أبطال آسيا مباراة مع فريق من أوزبكستان حاليا حمدي فتحي حاليا واحنا دلوقتي ورابطة النادي الأهلي في قطر بصراحة بقيادة المستشار حسام أبو العيلة عاملين شكل مختلف تماما. يعني وده ظهر في كل المناسبات اللي بيكون فيها ظهور للنادي الاهلي، حتى في ظروف صعبه ظروف كورونا كانت الرابطه موجوده، كانت موجوده في كاس العالم، كانت موجوده في كاس السوبر. صراحه استقبال هناك رائع لبعثه النادي الاهلي في المطار وفي الاوتيل وفي المباريات لدرجه ان جيان انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم وكان الحضور 40% بس من نسبه الحضور في المدرجات قال ان جمهور النادي الاهلي هو سبب نجاح طبعا كاس العالم للانديه. انا فاكر مباراه الاهلي مع الفريق بالميراس البرازيلي اتلعبت وبعدها مباراه بايرن ميونخ. صحيح. وكان بقاء جمهور النادي في الملعب ويعني كان هو اللي يعتبر نجح كاس العالم للانديه. اجواء كانت اجواء انا كنت في الملعب مثالية. وعلى فكره البطوله دي حضرتها من ثالثه شمال. كنت مصر ان انا ابقى وسط جمهور النادي الاهلي. اجواء انا حضرتها بقى من قلب الملعب في الفقاعه اللي كنا قاعدين فيها. صحيح. ما عرفناش نتقابل. ما ينفعش نتحرك بره. ما عرفناش نتقابل ولا نسلم عليكم حتى، بس وجود النادي الاهلي الحمد لله دلوقتي النادي الاهلي اسم وبراند عالمي. النادي الاهلي بيشارك في كاس العالم للمره التاسعه وكمان ضمن المشاركه في كاس العالم الموسعه اللي هتكون بمشاركه 32 نادي. ربنا يكون في عون اي منافس ثاني محلي،
لان النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد من ساعه كاس العالم ما اتلعبت. اي منافس مصري علشان ينافس على فرصه اللعب في كاس العالم مش هتكون قبل 2029 او 2030، موسم 2029. هياخدني حته الجمهور، انت بتتكلم عن رابطه الاهلي في قطر. الشعبيه دايما يطلع البعض ينادي احنا الاكثر شعبيه، احنا الاكثر شعبيه، لكن لما بتيجي مباريات في الخليج ونشوف الاهلي وهو بيلعب في الاستاد قدام فريق سعودي وقدام فريق اماراتي وقدام فريق قطري، ايا كان الفريق، في الكويت في الامارات، شوف كم الجمهور نادي الاهلي. حتى هسيبك تكمل نقطه، حتى بعد اعتذار الزمالك في السوبر في الامارات وبيراميدز حل محل الزمالك، شوف نجاح البطوله او نجاح المباراه بحضور جمهور النادي الاهلي قفل الملعب. بسم الله ما شاء الله. هو ممكن يقول لك ايه مين الاكثر شعبيه؟ اصل دول المصريين اللي عايشين في الخليج وشعبيتهم كان احنا بتحسبها كانك في مصر. اوكي. عارف انا السنه دي في بدايه السنه دي كانت في بطوله كاس الخليج في العراق، وكنت موفد من قناه الكاس ان انا اغطي البطوله دي. فعلشان موضوع الشعبيه وموضوع الكلام دوت كان موجود معايا في نفس فندق الاقامه، فندق الصحفيين مخصص للصحفيين، مجموعه من الصحفيين من كل الوطن العربي. فعملت معاهم لقاءات عن موضوع شعبية الأهلي والزمالك في الوطن العربي، ومشكورا الإخوة الأعزاء في ملك وكتابة خدوا التقرير وعرضوه. كلام مش عايز أقول لك، يعني كلام من عمان، من السودان، من العراق، من قطر، من الإمارات، من كل الدول العربية، من سوريا، من الأردن، من لبنان، كل الناس أهلوية. طب فين الزملكاوية؟ ما يعني معلش، ما هو يعني انا عايش في الخليج من 2004، انا عايش في اسالني قول لي ما انت انا تنقلت ما بين الامارات وبين قطر. انا بحسبها اول، شوف حسابات الاهلي على السوشيال ميديا هتلاقي الاهلي الاكبر في الوطن العربي في افريقيا. الحاجه الثانيه شوف كاس العالم في اليد اللي كان في السعوديه وكان في السعوديه، شوف الحضور الجماهيري لجماهير النادي الاهلي، شوف الحضور الجماهيري في البطوله العربيه كره السله، شوف الحضور الجماهيري في الامارات كاس العالم للانديه كره القدم في الامارات، هناك في الامارات، شوف الحضور الجماهيري في قطر في كاس العالم للانديه، وهيشوفوا في السعوديه، في السعوديه في بطوله الهاندبول وفي كره القدم، ولسه اللي جاي، وشوف في سنغافوره في بطوله كاس العالم في السله، وشوف في كاس العالم في امريكا اللي هتتعمل بمشاركه 32 نادي. يعني لا، النادي الاهلي يعني الشعبيه مش كلمه، هي كلمه هي بتتشاف بس احنا عدينا موضوع امام عاشور. ما لسه هجيب طبعا نجاوب عليه، لان صفقه 2023 مؤكد، يعني امام عاشور هو صفقه 2023 بكل ما تحمله الكلمه من معاني، لعيب دولي، لعيب جوكر، مميزاته لعيب بيلعب في اكتر من 4-5 مراكز، يعني لعيب بيدي مرونه للمدير الفني باختيار مارسيل كولر، عشان الناس لازم تبقى عارفه ان مارسيل كولر ما وافقش على احتراف حمدي فتحي الا لما تاكد ان الموضوع الرتوش اخيره في التعاقد ما بين النادي الاهلي وما بين ميتلاند الدنماركي، عشان الناس برضو تبقى عارفه امام عاشور هو جاي لعيب من ميتلاند الدنماركي الى النادي الاهلي، عشان موضوع الكباري ومش الكباري في الكوبري ب3 مليون دولار. انا مش فاهم، انا مش عارف الكوبري متصنع منين. انت بتتكلم على كباري جديده لسه هتتعمل ب8 مليون دولار وب10 مليون، ايه يا جماعه في ايه؟ اذا كان المتحدث يعني المستمع، فالمساله لازم يبقى فيها هدوء هدوء هدوء، شويه هدوء، ركز وبص في ورقتك علشان تنجح. وهي دي مست الاهلي قافل على نفسه، ناس مركزه في طريقها، ما بتسمعش كتير، مركزه اطلاقا يا كابتن اسامه. هو انا واحد محسوب على النادي الاهلي، اعلامي محسوب على النادي الاهلي، حتى لو مش بشكل رسمي، انا بشتغل بره لكن محسوب على النادي الاهلي، معروف ان انا واحد من ابناء مجله النادي الاهلي، وما زلت مرتبط بمجله الاهلي وعندي مقال في مجله النادي الاهلي. عاوز اقول لك مثلا من بين 4-15 تغريدات ممكن اكتب تغريده عن المنافس علشان اوضح حاجه، عشان اوضح حاجه، واخد بالك بس من ناديك. لكن عمري ما هركز في انك انت يبقى 90% من وقتي على النادي الاهلي. يعني لو كنت هتكلم ساعتين بقى انا بتكلم ساعه
و50 دقيقه على النادي الاهلي و10 دقائق على النادي بتاعي. هو ده منطق؟ هو ده عقل؟ ويقول لك التعصب بيجي منين؟ ما هو التعصب بيجي من هنا. ركز في ناديك، ركز في انك انت تشوف اخطاء ناديك وعالجها وواجه علشان تبقى حاجه. لكن هتفضل ان انت عايز تسحبني وتشدني، انا مش شايفك. انا ببص لاعلى، انا عندي اهداف وطموحات اكبر بكتير. انا وصلت للعالميه، انا وصلت للعالميه. يعني زي الترند بتاع الصيف ده، ايه الترند بتاع الصيف ده؟ لعيب يطلع يقول لك انا مش هلعب في الاهلي ابدا. طب هو حد سمعنا احنا حد سالك؟ حد عرض عليك؟ لا. طب ايه هو كده؟ ولا واحد تاني واحد تاني مدرب كل تجاربه مفيش فيها نجاح ولو بنسبه 50%، يقول لك عمري ما هدرب النادي الاهلي. طب حضرتك حد عرض عليك؟ طب هو مارسيل كولر ده يعني حد قال لك انه هيمشي؟ واحد تاني يقول لك انا مستحيل اعمل فيلم سينمائي عن الكابتن محمود الخطيب لانه هيفشل خارجيا. كابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم، هو افلامه اصلا هو افلامه اصلا ما بتشافش داخليا. مش عايز اقول لك، مش عايز اقول لك يعني بغض النظر، لكن انت كابتن محمود الخطيب اللي الفيفا بيعتبره احد الاساطير كره القدم، واحد من اتنين مصريين بس خدوا الكره الذهبيه في تاريخ القاره الافريقيه، هتيجي تقول لي مش الناس اللي زي لا لا انا بس عايز اختم، عايز اختم بحاجه، لان في واحد تاني برضو قال لك ايه، انا مش ممكن اعمل اغنيه للنادي الاهلي ابدا. وحد طلب منك انك تعمل اغنيه، ده عدد الاغاني اللي اتعملت على النادي الاهلي قد بطولات انديه منافسه. طبعا طبعا ما ينفعش ما سالكش على رضا سليم، سالنا على امام عاشور. رضا سليم شاف صفقة رضا سليم ازاي برضه؟ هي الميزة في النادي الاهلي في مش في الكم، في النوع. علشان بس في يعني شاف السنة دي صفقتين لكن هيكونوا اضافة كبيرة وهيبقى لسه في الطريق، لان لسه موسم الانتقالات ما اتقفلش. فيعني عشان بس جمهور النادي الاهلي ما يقلقش، لا اطمن الناس شغالة وعارفة طموحاتك وعارفة، وما عندنا مجلس ادارة بروح الفانلة الحمراء بيفكر زيك زيه بالظبط. رضا سليم اضافة غير طبيعية، لعيب جناح، لعيب سريع، وتحس فيه كده بروح الاهلي. تحس الولد جاي عنده روح الاهلي. ودي الميزه. وبعدين بقى ايه يعني عنده رصيد، عنده رصيد في الكونفدراليه، عامل مسيره بسم الله ما شاء الله. مش بس في صناعه الاهداف، لا كمان في تسجيل الاهداف. اضافه مهمه جدا، اضافه نوعيه مهمه جدا للنادي الاهلي. ما تنساش كمان انه النادي الاهلي استعاد بعض اللعيبه المعارين اللي هيكون ليهم دور في المسيره اللي جايه، منهم كريم ندفد. طب كريم ندفد، عوده كريم ندفد وصلاح محسن كل ده برؤيه من الثعلب. الثعلب مارسيل كولر. طب كولر بقى الموسم اللي انتهى بخمس بطولات، ابتدى في اتحاد المنستيري بعرضيه من معلول ومحمد عبد المنعم بيسجل، وانتهى بعرضيه من معلول ومحمد عبد المنعم بيسجل. ده الموسم اللي فات. الموسم اللي جاي بقى تقول ايه الكولر علشان ربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدر برضو نحصد جميع البطولات، او ايه اللي يركز عليه كولر في الموسم اللي جاي علشان النادي الاهلي يبقى برضو زي ما موسم استثنائي في كره القدم، الموسم الجديد برضو يبقى موسم استثنائي للجمهور. اولا عايز اقول لك انا بتفرج، كنت مع مجموعه من الاصدقاء، انا كنت في الدوحه ساعتها، كنت بتفرج مع مجموعه من الاصدقاء على الفاينل. لما جت الكره ركنيه في الناحيه الدرجه الثالثه، فقال لك يلا معلول، قلت لهم لا لما تروح الناحيه الثانيه على الحته بتاعتنا الناحيه دي. يعني لما جت عدت معلول الاول، قلت لما تيجي ناحيه اليمين، قلت لا لما تيجي ناحيه اليمين. اول ما جت قلت له يلا معلول ومنعم ونخلص بقى من المشوار ده لان اعصابنا باظت. والحمد لله. يعني قالوا لي انت بيجي لك تنبيه على التليفون، يبقى انت شفت عرفت ان الاهلي جاب جول. قلت لهم والله لا. طب وش عرفني مين اللي هيلعب ومين اللي هيسجل حتى لو جالي تنبيه. فالميزه ان انت مارسيل كولر مدرب واقعي، استفاد من الكبوه اللي حصلت للفريق. يعني كان جاي بفكر هجومي، بفكر اللعب مفتوح. لما خسر في كاس العالم بنتيجه من ريال مدريد وفلامينجو، وبعدين خسر الخساره بتاعت سان داونز، بغض النظر عن اي حاجه حصلت، مش هنقول بقى حر ولا ما بندورش، لا استفدنا من الاخطاء، قلنا هنرجع، رجعنا. علشان برضو الناس بتقول لك اصل اطهر الطاهر، لولا اطهر الطاهر، طب ما لولا محمد هاني
ما هو مضيع قدام نفس الحارس في نفس الفريق في نفس الظروف. التوفيق انا مؤمن دايما التوفيق بيجي للمجتهد. ايوه اللي بيخلص واللي بيتعب ممكن تتعصر لكن ربنا هيديك في الاخر. هيديك في الاخر لانك اشتغلت واجتهدت واللعيبه دي تستاهل تستاهل كل التحيه، تستاهل ان احنا نرفع لهم القبعه. عملوا موسم استثنائي، موسم تاريخي، وخدوا البطوله من نفس الملعب حقيقة. اللي خسروا فيه اللقب قدام الوداد، وده يحسب لهم وده يحسب لهم. مارسيل كولر يشكر جدا على يركز على ايه بقى الفتره اللي جايه. اولا لازم نشكره على تمسكه بالنادي الاهلي رغم الاغراءات طبعا الكتيره اللي اتعرضت عليه مؤخرا والشهر ده تحديدا. اغراءات كتيره اتعرضت على مارسيل كولر، ولكن مارسيل كولر تمسك بالنادي الاهلي، عنده مشروع مع النادي الاهلي ان شاء الله. راجل هادئ متزن، كلامه قليل دايما، يعني بيفكر بصوره ايجابيه وبهدوء، والميزه انه قرا الموقف ودخل قلوب الاهلاويه. وبدايه مانويل جوزيه جديده، لان طبعا الساحر العبقري مانويل جوزيه الانجازات اللي عملها مع النادي الاهلي على مدار سنين طويله، اتمنى ان مارسيل كولر ياخد نفس الفرصه مع النادي الاهلي، مؤهل لده تماما. التدعيمات بتتم حسب رغبته وبتلبيه لكل رغباته، اضافات سواء على الصعيد اللعيبه او حتى على اتمنى من جمهور النادي الاهلي انه يفضل في ظهره، يفضل مساند ليه، لان ده هو سر نجاح النادي الاهلي. جمهوره هو حماه، جمهوره ده حماه. شرفتنا ونورتنا استاذ اسامه، وصراحه استمتعت بالحوار معاك ومنور مصر. الشرف ليا وكل التوفيق ليك يا كابتن اسامه والجميع فرق النادي الاهلي، يعملوا موسم تاريخي استثنائي ان شاء الله، ونفرح بكره بتكريم اصحاب الانجاز ان شاء الله. وانا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون لنا حلقات تانية كل اجازه دايما في بيتك ومنور قناتك يعني. بيتي وقناتي طبعا. اكيد اكيد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، لكن بكره بقول لكل جمهور النادي الاهلي الساعه 8 خليكم مع قناه النادي الاهلي، بكره في تغطيه خاصه لحفل الاهلي استثنائي، بكره الساعه 8 ان شاء الله يكون في حفل يليق بالنادي الاهلي وبتكريم كل نجومه، كل الناس اللي اشتغلت في موسم استثنائي عشان يكون في انجازات وفي كم البطولات الكبيره. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال.